يعني هو من البنت وعلى حسب الرد او طريقه الالقاء بتاعت الرد بتبقى على حسب طبع كل شخص. انا ممكن طريقتي تختلف عن حد تاني، انا مش هقدر اجرح حد، فمثلا هعرفه ان مفيش توافق بيني وبينه، الموضوع منتهي لحد كده ان انا مفيش توافق بيني وبينك لا اكتر ولا اقل. هقول ان انا مهتمه بالتعليم اكتر ومش عايزه اتجوز دلوقتي. والله وانا ما اتحطيتش في الموقف قبل كده، بس يعني مش هحاول اقول ان انا رفضت، مش هبين اصلا ان انا رفضت، واخد بعضي وامشي والموضوع هيتنسي لوحده. لو حد يتقدم لي وانا مثلا عايزه ارفضه بطريقه لطيفه عادي، ممكن اساله اسئله ما تحرجوش وفي نفس الوقت ابين له بالطريقه. يعني ممكن مثلا اقول لهم ان انا ممكن اتواصل معاك، ممكن مثلا لينا لقاء تاني، او كل شيء اسمه نصيب، بس دي حاجه يعني تقليديه شويه، ولكن ده برضو ممكن نرد عليه الرد اللي انا قلت لك في الاول ده. اقول مثلا انا خلاص تمام اتعرفنا على بعض وبتاع، ولازم ناخد مثلا زي اسبوع 10 ايام كده نفكر كويس في الموضوع وكده، وانا ابتدي اخلع بطريقه كويسه، يعني مش لازم اجرح فيها او لا اللي انت ما عجبتنيش او الكلام ده كله. يعني لو يتقدم لي عريس انا من وجهه نظري ممكن اقول له مثلا يعني ما فيش توافق بينا فكري، انا يعني حابه ان احنا نكون اصدقاء اكتر، يعني كده ده من رايي، يعني ارفضه بطريقه ان احنا نخلينا اصدقاء، حصل نصيبه كملنا اوكي، ما حصلش يبقى نفضل اصدقاء احسن. يعني بالنسبة لي مثلا أنا هروح من غير والدي والدتي، فهروح بس أتعرف عليهم وأعرفهم عليا، لو الدنيا ما زبطتش معايا فخلاص هقول لهم تمام هنشوف أهلي ونشوف الدنيا ماشية إزاي وبس، لكن لو ما حصلش نصيب خلاص مش هنتكلم تاني. يعني لو أنا شفت عروسة ما عجبتنيش هبدل مع بعض التيشيرتات وأقول له هارد لك وأخد بعض وأمشي. يعني خلاص ما عجبتنيش كل شيء اسمه نصيب، لا يتبرع عن الحوار خالص. ليه دايما احساس الرفض بناخده على مشاعرنا وعلى كرامتنا، وان يعني جرح للكرامه، هو جرح للكرامه.